غنعمل دلوقتي الباستيله المغربيه. سجلوا مقادير الباستيلا ديال الدجاج المغربيه المعروفه جدا في العالم، وغنرجع نقول لك يجيبوا لها الناس من اقطار الدول كلها ومن الدنيا كامله باش يجيو ياكلوها. يلا بينا نسجل الباستيلا. عندنا ورق السبرينغ رول اللي هو ورقه الباستيلا، عندي صدور فراخ انا مقطعاها تقطيع صغيره عشان اعملها قدامكم كلها من A to Z، بس انتم ممكن تعملوا الفرخه كامله وتستنوا عليها لحد ما تستوي، او تمسكوا الفرخه مثلا تقطعوها على 8 او على 4 وتخلوها لحد ما تستوي معاكم وبعد كده تعملوها. يبقى عندنا ورق السبرينج رول، عندي صدور فراخ متقطعه مثلا مقدار كيلو، عندي بصل بيبقى زياده شويه باخد 4-5 بصلات كده شرايح، عندي جنزبيل معلقه صغيره من الجنزبيل، عندي 12 بيضه، معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من السمنه المغربي، 2 عود قرفه، نص كيلو من اللوز المسلوق والمتقشر، ممكن ننصص الكميه لو استكثرتوها، ومطحون ناعم ومتحمص، عندي شويه من الزعفران شعره، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من القرفه بودره، وعندنا ملح، عندنا شوية سكر يعني يعادل نص كوباية كوباية شاي اللي احنا بنشربها من السكر، مية و 2 كوباية مية مثلا، وعندنا بقدونس مفروم كوباية من البقدونس مفروم وكوباية مخلوطة من زيت العادي وزيت زيتون. أول حاجة هنعملها وهي الكوباية المخلوطة، أنا بصوا مسخنة الحلة بتاعتي كويس جدا، الكوباية المخلوطة كده ضروري جدا الكوباية دي. باخد هنا البصل، وخليني البصل دلوقتي، ناخد الفراخ بتاعتنا وهبتدي اتبل القرفة بسيط هنا مع الفراخ، مش هكترها كتير بس انا بحب احطها مع الفراخ شوية، عندي الجنزبيل، الكركم، وهنا التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود، ملح وفلفل اسود، وهاخد هنا عود القرفة، السمنة المغربي وده ضروري جدا عشان تديني طعم، حاجة بسيطة ونستنى عليها كده هي والقرفة. بخلط خلطة بسيطة نشتغل فيها من A to Z. هبتدي انزل هنا بالبقدونس بتاعي اللي بيبقوا شوية حلوين اهو، بقلب اشوحها شويتين كده جمال تاخد الطعم بتاعنا والتست وتاخد كل الاطعمة الحلوة، وهنزل بالبصل هبتدي اشوح فيها كده واسيبها اقفل عليها النار واسيبها شويه يعني ربع ساعه تلت ساعه تكون هبطت معايا او الصوص بتاعها نزل معايا تماما. هاخد بقى انا هنا اللوز ده احضره كده، عندي اللوز مطحون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بحط معاه كميه السكر اللي عندي، وباخد معاه القرفه اللي موجوده عندي، باخد انا شويه قرفه كمان بحطها مع الفراخ لانها بتديني طعم حلو جدا يعني بتخليلي الطعم رائع صراحه. هبتدي اخلطهم وهستنى عليهم هوريكم هعمل فيها ايه. ممكن الخلطه دي تاخدوها وتضربوها فين؟ تضربوها في الكبه تبقى معاكم حلوه جدا كلها، بس انا مش عايزاها لاني هوريكم لسه عايزه اعمل ايه. باخد الفراخ اللي عندي بالبصل بتاعها بالشكل ده واقوم حطها في بوله لوحدها، بصفيها لوحدها خالص، لازم اعملها بالشكل ده تمام. طيب بعد ما بنعملها بالطريقه دي عندي دلوقتي نقطه مهمه جدا وهي اللي قلت لكم عليها، اننا لازم دور البيض بتاعنا. دور البيض، تعالوا معايا بقى ركزوا معايا كويس جدا هنعمل ايه. بيفضل معايا الصوص كده، ده الصوص بتاعنا بيقصر معانا وبيبقى حلو قوي قوي قوي، صوص كده بتاكل اكل. باخد منه الاول معلقه معلقه كده واحطها هنا، واجي ابتدي هنا اخد البيض وابتدي انزل بيه وانا بخفق بسرعه جدا جدا جدا، انا مش هاخد الكميه دي على حسب الصوص اللي عندنا طبعا، بناخدها ونبتدي نلفها في الحله كده اهي،
الباستيلا المغربيه الجميله والغنيه عن التعريف بتبقى حلوه قوي 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 قوي. شوفوا كده نشفت معايا، عايزه اوريها لكم. شوفوا كده اهو، شايفين نشف ازاي لما ابتدي انقله كده ويبقى عندي كده. طيب بعد ما بيبقى بالشكل ده باخد الحشوه دي واقوم حطاها في بوله اهو كده. احنا حضرنا كل المكونات بتاعتنا، وعندي هنا كمان الفراخ بتاعتي كده، عندي ثلاث طبقات جاهزه اهو، طبقه الفراخ بالبصل وطبقه اللوز اللي حطيت عليها شويه صوص وخلطتها بالشكل ده، ضروري جدا امزجها بالشكل ده عشان يبقى فيها الطعم كلها. شايفين باخدها كلها تاخد الطعم، وده من الحاجات الاسرار اللي بتدي تيست حلو قوي. والطبقه بتاعه البيض بتاعي اللي هو فيه الصوص بتاعنا. حلو، نيجي ناخد الصينيه، وقبل ما ناخد صينيه الفراخ عندي انا اوريدي مقطعاها صغير، ببتدي افصص الفراخ بتاعتي صغيره خالص، انسلها تنسيل، لازم تتنسل معايا حلو جدا. جبت البوله بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، بوله صغنطوطه كده، لو انا هعملها صغيره انا واخده، شوفوا بوله صغيره بالشكل ده اهي، بوله ما فيهاش اي حاجه. هاخد الورقه بتاعتي برضو، بصوا بايديا دهنتها حلو قوي 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 بالزبده او بالسمنه، واعملها كده. عندي فيها بقى هنا ثلاث طبقات. الطبقه الاولانيه عباره عن ايه؟ عبارة عن مكسرات. خليني اخد المكسرات الاول اهو واكبسها حلو قوي، لان دي بالشقلوب، ها المفروض لو هتعملوها كبيرة هتعملوا العكس. هاخد الطبقة بتاعت المكسرات الاول، بعد كده باخد الطبقة بتاعت البيض اهو، دي بالشقلوب يا جماعة، لو هنبتديها بالعكس هناخد طبقة الفراخ الأول بعد كده البيض بعد كده المكسرات، وهاخد الفراخ بتاعتي بالشكل ده اللي أنا منسلاها بالطريقة دي. حلو، بعملها كده وابتدي أقفل الباستيلا بتاعتي بالشكل ده، شوية من هنا أهو، شوية زبدة بتتقفل حلو جداً. بتتعمل الباستيلا بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، لو هي صغنطوطه هرجع اقول، لو هي صغيره بنعملها كده اهو، ونقوم عاملينها كده. شايفين اهي كده الباستيلا بتاعتي بقت جاهزه، عشان ادخلها الفرن ادهنها هنا بشويه زبده من على الوش بالفرشة او باللي انت عايزاه براحتك على الاخر. كل اللي هي محتاجاه حاجة واحدة، اننا نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 او 200 عشان تبقى معانا حلوة وجميلة بالمنظر ده. شكل الباستيلا حاجة يليق بيها صراحة. طيب بنحطها في الفرن، بعد ما بنحطها في الفرن بنعمل ايه؟ تعالوا بينا نوديها الفرن وهقول لكم ناخد بالنا منها حلوة قوي، لا هي قدام الشوايه ولا هي قدام حاجه، الحشوه كلها مستويه، بنستنى عليها جوست انها تنشف معانا وخلاص تبقى اللون الذهبي بتاعها. بعد ما بتطلع باللون الذهبي بنجيبها نستناها يعني دقيقه دقيقتين الماكسيموم، ونقوم رشين عليها سكر بودره. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.